حياه ما تعرفوا. كنت انا واحد اللي زوري لي غادي كنسيكلو بموطور، الموطور ديالي كانت عندي جالاكسي وما عنديش لاسيرونس ما كنتش مخلصها، كنت الوراق طايحه ليا دونك غادي سون بابي، يعني غادي مريض كيشدوني بموطور يسحبوني مسافر وما عنديش لاسيرونس دونك 6000 درهم ديال الخطيه. ما علينا، شو وصلنا حدا لارميطاج كاين واحد الرون بوان، طلع لي لارميطاج بحال غادي يطلع عندك موطور ويوقفوني تي ماكس تما، كاين شي حاجه تما شي ما يدير شي صريخه او ما عرف شنو. المهم وقفوني، وقف الدري الجوي اللي نزل درنا ليهم ديك ها ها هزيت الموطور فوق ديك الرون بوا كانوا هما كيشوفوها وليت انا كنشوفها. زولي لي دفعني ديماريت الموطور وكسيري موقفت ندرب السما والزويلي لي طلع الرجولة، الزويلي لي شفتها سطوري نتا الرجولة سيري يا مني ما تمشي مشي للدار ميمكنش مسكين غادي هربان بغي يدخل لارميطاج هو يضربو كارديان باصا شدو يشفو عليا فاكرو قالو لي جيب لينا هداك ليها الموطور و الموطور جيب و انا فين انا مشيت حطيت الموطور في الكراج و مشيت ريحت ما ماني للدار بحال ما كاين والو. وسبحان الله الدراري كنت كندير شي بلانات و كنطلع للدار دابا مولي الدار بلاصتي مبقايش ليهم خبار والو مكاينش. عرفتو الدراري بكثرة التجارب اللي عشت في الدرب الشرفة والناس اللي عرفتو الشياطين اللي عاشرت حتى دابا الدبانة كنعرفها جاية كنعرف شنو باغا عليه جاي اقسم بالله. يعني بنادم راه من هضرتو كتهزو كتحطو كتصرفو كتقلعو كتعرفو كيدير قليل اللي عنده هاد الخاصية هادي تقرب بنادم تقرب بيرسوناليتي ديال بنادم نشوف اللول لما نشوف بنادم نقراه نعرفو كيدير نحل ديال التحليل الذاتي ديال الشخصية ديال الأباء ديال المعرفة هادشي وصلو لدنيفو هذا ميمكنش. يلا بلان تفكرت أحسن انتقام درتو لواحد خو عرفتي واحد الانتقام ميمكنش. كنت أنا باقي بروج ديك الساعة 2012 كنت أنا وواحد الدري ولد حي شريفة كانت عندو جالاكسي موطور وأنا كانت عندي جالاكسي كنمشي نسكع أنا وياه مخالقين فهمتو. وقفنا في ستاسيون كنديرو ليسونس ويوقف علينا واحد البوعار بجنوية ويدي للدري صاحبي تيليفون وطلبتو قلت ليه راه كنعرفك فلان وفلان وفلان هو سكران قال لي داري تليفون ومالو سمعان بلانات معول على الحبس. المهم ما عليناش دازت من موراها 5 سنوات وجميل تبدل وجميل ولا كيتريني ولا كيضرب بيض خضر ولا كيضرب 100 كيلو في الصدر. كانش عندي سوينك دايز من حدا هو سكران ومقرقب ويوقفني قلت الله جابه في عظيماته اقسم بالله قولي غتوصلني قلت ليه ما غنوصلكش قولي ما كبرتي في جوج هضرات غنقول قلت ليه غتمشي واحد قولي لا قلت ليه غتمشي جوج قولي لا تالتة عرفتي ضربت ديما واحد كروش لحتو 3 متر الله بقى غلط داك سميتو البا داك خونا اللي واحد الكروشي مشيت ريحت في الدرب ويجي لي هو خوتو بمقاطع وجناه كروس واحد المان كان كيضربني في خاطري دابا حنا في حي شعبي انا كلشي مكمل فهمتو. كاين واحد الدراري مدبرين على راسو بصوا كيبز مزور كيبيعو فاني هاد اللعيبات. المهم بدا كيبارك شاري مكان ب60000 ريال برديله ب40000 سيرفيت ب2000 درهم. المهم بدا كتلقى ضارب 8000 درهم لابس ابار سناس لوكس كنبقى نشوف كنقول له شي ميت شودو وانت وهادي وانت كذا تغرني عيشة نقول لا شنو هذا تجي لي حالة على الصاح نمشي كنتريني كنبرد غدي دا فداك بالزموري وداك العيار هاديك نمشي نبقى ميت كيف ماشي الحمد لله الدراري دابا داكشي اللي كانوا كيديرو فيهم هما كنديرو دابا حالة وربي كيبارك وهما وصل واحد الحاله ما يمكنش والله يعفو عليهم هذا هو بلا شي اللي كاين الدراري راه دوز شي حوايج راه ما يمكنش الدراري راه ما نعاود ليكم راه ما يمكنش. انا الدراري باقي صغير كنت كنمشي عند خويا للحبس خويا ديك الساعه في اصلاحيه كان مسدود في واحد الموتيف جينيش كنت كنمشي عندو
شيء أسي يا صديقي، الحياة هكذا، وخا يكون عندك مشاكل وعندك الفان تقولش بلاد.